زي ما كنا بنقول لحضراتكم، يعني ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية وكتابة التاريخ من يعني من جديد ورانكينجز جديدة خالص مع سكواد ومع جيل رائع جدا للنادي الأهلي بإذن الله يكونوا قدها، وواثقين بإذن الله إن هم هيكونوا قدها. مباراة مهمة لكل كمان خلينا نقول جماهير النادي الأهلي إن شاء الله تكلل بالنصر وبالفوز. عندنا كلام كتير جدا، وخلينا نرحب بس في البداية بضيفنا العزيز اللي كان قبل الهوا على طول قاعد حزين قوي، وانا خفت يكون ده بسبب توقعاته للمباراه فسالته استاذ محمود صبري طبعا الناقد الرياضي صباح الهنا، طلع الموضوع شخصي ملوش علاقه بالاهلي لان انا خفت الصراحه، والاهم انه فك كمان. لا والله بجد القعده كانت مرعبه، يعني كان في حزن رهيب. صباح الهنا يا مسيو. صباح الفل ان شاء الله حضرتك معانا، ولعله خير الموضوع الشخصي، لعله خير ان شاء الله. لا لا لا، تعالى بقى ناخد اللي نشوفكم لازم يبتسم، يعني هو علشان صحيان بدري بس. خلينا في البدايه نتعامل مع ماتش الاهلي واتحاد جده كنقطه انطلاق لتوقعات حضرتك بقى الماتش النهارده. الى اي درجه اللي حضرتك شفته في ماتش الاهلي واتحاد جده يطمنك او ما يطمنكش على لقاء النهارده؟ اللي احنا كنا خايفين منه قبل ماتش اتحاد جده. ايوه. احنا كنا بنراهن على ايه دايما؟ وقلنا الكلام ده بنكرره دايما، الاهلي يظهر في المواعيد الكبرى. صحيح. يعني ايه تبقى انت فاقد الامل ورايح مباراه وكله خايف ومرعوب؟ دي ميزه الفرق الكبيره، يعني الكيانات الكبيره ممكن تتعرض لها تحصل لك مش عارف ايه، لكن عندك ثوابتك، يعني بقول لك عظمك واقف يعني ثابت، فبيجي برضه مهما يخبط فيك لا برضه انا جامد لسه ما بتكسرش يعني. فاللي حصل انك انت استرديت روحك. ميزه الاهلي وبطولاته وتاريخه اتصنعت بالروح، يعني مع كامل احترامي اذا لم يمتلك الفريق روح واللعب بشراسه وقوه وتركيز شديد في المباراه، عشان كده ايه اخطائك كانت قليله. هفواتك كانت يعني معدوده. صحيح. كان حاله سرحت سنه، لكن ايه كان تركيز وسط فريق كبير جدا له كل الاحترام، مدجج بالنجوم على ارضه وسط جماهيره. طبعا. وفي حضور جماهيرك العظيمه. طبعا. اللي وراك في كل حته وفي كل مكان، قدرت تقدم واحده من افضل مباريات سببت صدمه للكتير. المساكين لغايه دلوقتي مش مصدقين. طبعا. ده في ناس قال لك اوعى تزعل النادي الاهلي تاني. لا 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 ده مش كده، بقول لك ده في يعني في كلام يقول لك ايه ما نجيب له الهلال، ما خد الهلال اربعه يعني انتوا في ايه مش عاوزين يبطلوا يعني. عاوز اقول لك ايه يعني برضو الحسابات في الكلام، انا برضو ايه عاوز اكسر لك فرحتك مش لاقي حل اعمل لك ايه. برضو ما تنساش ان الناس صارفه جامد وكانت متعشمه بغير اللي شافوه. انا معاك، بس عاوز اقول لك ايه، هناك لابد ان يكون لك تحليل منطقي واحترام للاخرين. يعني انا اذا ما احترمتش المنافس بتاعي يعني عملت له تقويم بالصوره المطلوبه يبقى انا راجل مش منطقي. النادي الاهلي كان من ثوابت الانتصار انه احترم فريق اتحاد جده. احترام مش خوف، احترام بقدرات، لانك انت عندك تجربه ولعبت قبل كده مع ابطال عالم. انت لعبت مع ريال مدريد ولعبت مع بايرن ميونخ وغيرهم وغيرهم، فاكيد عندك ثوابتك اللي موجوده. النهارده اللي فرق ايه بقى؟ اتفاجئ بيه اتحاد جده في المباراه. اتفاجئ بفريق واقف. بفريق بطل. بطل افريقيا، عنده كرته ثابت. عنده شغله اللي بيعمله في الملعب ما بيعملش. وكانت مفاجاه كولر بكوكا. ايوه. ها؟ طبعا. محدش ايه؟ اللي ما خدش باله من كوكا عمل ايه؟ نقدر نقول له تعالى نقول لك كوكا عمل ايه في المباراه وكان نقطه تحول في ايه؟ انك انت هتواجه نص ملعب عندك كميه جري في نص الملعب ما بين رومارينيو وما بين كانتي وما بين طبعا. فهجيب شاب صغير 21 22 سنه يقدر يلعب الدور انه يقفل مع الناس اللي فانا عاوز اقول لك ايه، انك انت لعبت مباراه فيها روح، فيها اصرار، فيها شخصيه البطل. طبعا. كان ثابت وكان توفيق ربنا سابق ده كله. اه ونعم بالله طبعا مفيش شك. قبل كل حاجه وفق كولر في الاختيار، ووفق اللعيبه ان هم كانوا في حالتهم في المباراه، وده اللي احنا بنتمناه وبندعوه من امبارح ان النهارده يكون يا رب بالتوفيق حالفنا، يكون النهارده لاعبين في قمه التركيز ويكون في قمه مش خوف احترام. احنا لينا تجارب مع الكره البرازيليه ليست لصالحنا، لعبنا معاهم خمس مواجهات ودي المواجهه السادسه، كسبنا مواجهه واحده بضربات ترجيحه من بالمراس وخسرنا اربعه. اتمنى ان احنا نكسر نكسر يعني عاوز اقول ايه نكسر هذا الاخفاق بتقديم مباراه كبيره جدا والدفاع عن خلاص دي اخر بطوله والنسخه. طبعا. نفسنا بجد والله نفسنا ونفس جمالنا ان احنا نروح نلعب المباراه النهائيه.
نتمنى والله بحقنا بصراحة. وهي فعلا معادلة صعبة ان انت تبقى خارج من اداء ونتيجة وفوز جميل وكبير كده من مباراة فعلا كانت غير متوقعة ونتيجتها كانت كمان ربما البعض قال لك لا الاتحاد اللي فرصته اكبر للثقة اللي انت خدتها من بعد المباراة ان انت تستعملها يا لمصلحتك وتفهم ان انت لسه ما عملتش حاجة بالمناسبة انا كده كده لسه ما حققتش حاجة جديدة. هذا الكلام اللي انت بس يعني اما انت بقى ايه بقى خلاص بقى يبقى انت دورك ايه. بص اذا ما اذا انت ما خدتش التجربه بنجاحك انك انت رحت وكتكس يعني عقبه مهمه جدا صاحب الارض طبعا وبطل الدوري طبع. رغم انه مش بطل اسيا يعني أي. ورحت النهارده عملت مباراه فريق مع كامل احترامي ليه فريق مش مرعب لكن فريق كوره فريق على ارض الملعب عنده كورته وعنده ثلاث لاعيبه مع كامل احترام ما بين كينو وكانو وكاندي دول هم ده الشغل فريق لو اديته مساحات هياكلك لو سبته وبعدين طبعا انت عارف الكواليتي البرازيلي في المهارات والفنيات برضه ولا يخلو من التاتش الارجنتيني لا طبعا لا يعني عاوز اقول لك ايه يعني طبعًا. ايه انت محتاج هتواجه فريق عنده شراسه هجوميه عنده نص ملعب قوي جدا عنده مشاكل ورا في خط دفاع مع ماشي بس انت ازاي هتستطيع ان يعني تكبح جماح هذا الفريق؟ طب اجابه حضرتك انت شخصيا على السؤال ده ايه واحنا بنتكلم على فريق برازيلي يعني الموضوع كامل على لازم تحدد يعني اكيد الكولر هيقسم المباراه واكيد يبقى عارف هو عايز ايه من المباراه يعني لا ننخدع باللي حصل لنا في مباراه فلامينجو في المغرب ان احنا عملنا مباراه 1-0 1-1 2-1 ضيعنا صح 3-1 3-2 فتحنا وطرد مننا مصطفى غربال يعني ربنا يسامحه عمل يعني بيدفعنا الفاتوره في بعض الاحيان بتحس كده بعض الحكام بيحب يدفعك فاتوره انه كلام اتقال عليه ان هو جاملك او ما جاملكش وده مش حقيقه فعاوز اقول لك ان مباراه فلامينجو تخلي كله وتخلي الناس تقف تفكر انا عاوز المباراه هروح بيها فين الفرقه دي هوقفها ازاي ها يعني هسيطر على انه انا ما ادوش فرصه ان انا اقلل اخطائي طبعا هو هيلعب عليك ضغط هيلعب عليك ضغط ده من اول لحظه طبعا لا هو هيستخدم مهارته هيستخدم مهارته ورقص واحد واثنين وثلاثه ويلعب عليك في شغل في منطقه الجزاء هما كمان يحبوا الكعوب طبعا مش عارف ايه وهيلعب في الجناحين صراع وهيلعب عليك كمان هيدرز عندهم فانا عاوز اقول فانت ايه عايز تعدي بس كده هو عامل حسابك عامل حسابك طبعا سيبك ان هما في الاول بعد ما بيقولوا كلام والاهلي واحنا عارفينه وبتاع وكينو عارفهم ولعب ضدهم وغلبهم مع بيراميدز والكلام بيقول لك الكلام ده ابو دياري يقول لك انا ما قلناش ما حصلش احنا بنتكلم احنا بنحترم الاهلي برضه دي كوره وليها حساباتها يعني ايه هو برضه ايه مدرب ذكي يطلع يقول لك حاجه وبعد كده يرجع يقول لك عكسها فبرضه بيلعبك نفسيا يعني. النهارده انت وسط مين؟ وسط جمهورك اللي هيملا الاستاد وغير اللي هيساندوك من جماهير السعوديه ده اوريدي مع الاتحاد كان في جماهير سعوديين بيشجعون في اعتقد فريق برازيل اهلي يجوا لكن انت صوتك يبقى صوت عالي فانت عندك فرصه كبيره جدا انك انت تثبت ان ما حدث بالامس لم يكن صدفه الاهلي ما عندوش صدفه على فكره لما بيعمل حاجه بيعملها هو واثق منها وبيقدم مباريات بيقدم مباريات بتعبر عن شخصيته يا جماعه لما لو جينا مسكنا ورا وقلم عشان ما حدش بس الكلام بعض يعني بيتضايق منه لا الاهلي فريق اللقاءات الكبرى وده اللي اعتقد برضو فلمنانسي هيبقى مركز فيه يعني طبعا هم تابعوا المباراه طبعاً. وعندهم اكيد تخوف بشكل كبير جدا برضو واستعدادات وحسابات لمواجهه النادي الاهلي فهم اكيد برضو بيدرسوا نقاط قوه ضعف واحنا بالتالي عارفين نقاط وبندرس نقاط قوه ضعف برضو الفريق عارفين ان هم عندهم خط هجومي رائع جدا الدفاع يمكن عندهم ليس الافضل اكيد كولر هيشتغل على النقاط دي فكره برضو وده مش مقياس قوي بس هم يعني السن عندهم مرتفع شويه مش مقياس بس ما انا قلت هو مش مقياس قوي بس ده موجود يعني في كذا بوينت نقدر نقول سوري
في كذا بوينت ممكن ان انت تبدا تركز شويه ان انا عايز استغل النقاط دي. بس في الاول وفي الاخر هنرجع نقول تاني هم ما عندهمش حاجه فعلا يخسروها، لان هو وان كان ارقامه بعيده عنك جدا بس هو داخل تحدي كبير جدا، لان دي اول مره، ودايما اول مره في المشاركات بتبقى مره للتاريخ، فهو بيعمل افضل شيء عنده وبيبقى نازل مستقتل. ففكره ان احنا نقول دي اول مره يشارك في البطوله دي مش نقطه ضعف ابدا. لا لا لا، ما انا بقول لك انت في المباراه دي هيبقى فيه تفاصيل صغيره جدا، ابرز حاجه فيها التركيز. ايوه، وقله الاخطاء، لانه الخطا معاهم بجو يعني خلاص. انت يعني عاوز اقول لك انت مش هيتعوض، مش هتقدر. هو لو هو انت لو سرحت في المباراه في 3 4 هيخلص الماتش، مش هيديك فرصه. طبعا ماشي، وارجع انت في تجاربك. يعني انت ايه لما تيجي تتكلم بتقول انا لعبت قبل كده مع كريم ولا ده غلبني 4 مرات، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ طب كريم جايب اخوه، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ طب هو نفس الطبع، طب لا لازم انا اصلح. فانا عاوز اقول لك ايه، فانت شفت تجاربك معاهم قبل كده وكده، عندك عناصرك وعندك النماذج، الكلام حلو. على ارض الملعب ايه؟ ازاي تستفيد من انك انت خلاص كسبت الاجواء ووسط جماهيرك وعامل بروح معنويه عاليه جدا؟ احنا مش اقل من الهلال وصل الفاينل، مش اقل من الرجاء عمل برضو قبل كده فاينل مع بايرن ميونخ، ومش اقل من مازيمبي عمل فاينل مع اعتقد قبل كده في بطوله ابو ظبي، ومش والعين يعني عاوز اقول لك ايه، وعندنا الامكانيات وعندنا اللعيبه اللي عندنا ثقه فيه. ده احنا اعلى من معظم الناس، اعلى من كل دول، يعني دول راحوا مره وفي ناس كانت عايشة على مرة عملتها في مثلا في قبل كده وعايشة عليها بتحكي. بس هو في الأول إيه، التاريخ هيكتب لك إنك أنت في آخر نسخ لكأس العالم بشكله القديم اللي خلاص هينتهي ويبدأ حاجة جديدة في 2025، أنه كان طرف المباراة النهائية الأهلي. وأنا شايف بأمانة شديدة أن النادي الأهلي يستحق أن يكون فعلا في المباراة النهائية، لكن هذا الاستحقاق محتاج إيه؟ محتاج عمل كبير النهارده في 90 دقيقة. بعد الماتش اللي فات وبعد ما خلاص لقينا ان احنا هنلاعب هذا الفريق البرازيلي، البعض من الجماهير كان يعني بيهون على نفسه او بيطمن نفسه ويقول لك ايه، يقول لك طب الفريق ده اللي هو فلومينينسي يعني مستواه متراجع في ترتيب الدوري تقريبا السادس او السابع لو انا مش غلطان، فدي حاجه مطمئنة. الرابع وفي المقابل ناس ثانيه تقول لك ما مجرد ان هو برازيلي وبيلعب في الدوري البرازيلي فاحنا بنتكلم على فريق تقيل. لا طبعا لا، حضرتك اميل لاني وجهه نظر. انت اتحاد جدا ما متراجع في الدوري ترتيبه السابع بعدين او السادس، حد كان وعنده عناصر وعنده لعيبه لها كل الاحترام. الكوره ما فيهاش كده، الكوره في يوم المباراه شكلك ايه؟ حالتك ايه؟ حاله لعيبتك ايه؟ على فكره انا لا اخشى فريق البرازيل، انا اخشى على فريق هو، انا بخاف من الفريق بتاعي نفسه، حالته عامله ايه واختيارات المدير الفني. الاختيارات واضحه، هي نفس العناصر، لكن حاله اللعيبه وتنفيذها في الملعب واستفادتها من الفرص، لان احنا عندنا مشكله مع اهدار الفرص. ما احنا برضو في اتحاد جده في الشوط الاول ضيعنا كميه فرص. ارجع لشريط المباراه، ناس كتير قاعده بتتفرج على الماتش قالت لك يا خوفي من الشوط الثاني. لا ليه؟ وعلى فكره الشناوي تصدى برضو لجوان كتيره جدا محققه. بص، انت ضيعت في الشوط الاول على الاقل ينتهي 3-0 غير ضربه الجزاء. غير ضربه الجزاء الشوط الاول بس. انت في الشوط الاول التوفيق كان حليفك في كورتين، في كوره تصدي الشناوي وتوفيق ربنا ليه، وكوره لا يمكن تتوقعها ما بين روماريني والشناوي في السكس يارد. ما تعرفش الكوره دي اتشالت ازاي. انت لو انت اتفرجت عليها الناس كلها تلاقي في كاميرا جايبه زاويه مرعبه فعلا، ازاي شالها؟ لا سبحان الله، جات لك ضربه جزاء اديتك الاطمئنان والثقه، ودي خليتك ايه؟ هديت كده في الملعب. طبعا. فروحت كتير جدا على فريق اتحاد جده وضاعت فرصه وهم راحوا عليك، انت كنت الافضل، عرفت توصل للمرمى بالصوره. النهارده المباراه صعبه والمباراه تقيله، وكله بيقول لك اصل ده بيشبه نفس طريقه لعب صن داونز ونفس مش عارف ايه والكلام ده. يا جماعه خلاص، هي يشبه اللي يشبهه بقى، يشبه يعني اللي يشبهه، يا تثبت نفسك انك انت لاحق بانك انت تروح للمباراه النهائيه، يا خلاص انت شكرا اديت. رغم انه في ناس عندها قناه يقول لك خلاص احنا، لا انا شايف انه الاهلي يستحق حاجه اكتر من كده. طبعا يستحق لانه النادي والجمهور العظيم اللي وراه
اللي بيروح في كل مكان وامكانيات اللعيبه والاداره والعملاء الاداره والامكانيات اللي موفره وتوفير كل الاجواء دي كلها تستحق انك انت تلعب 90 دقيقه للتاريخ. صحيح. يعني خلاص طبعا. يعني 90 دقيقه دي محتاجه شغل كبير جدا اصعب من شغل مباراه اتحاد جده. نروح فاصل وهنرجع نكمل تاني لان حديثنا اكيد لسه فيه يعني نقاط كتير عايزين نغطيها. فاصل سريع جدا ونرجع نكمل. مش بكل حضراتكم عوده لاستكمال دردشتنا وحديثنا مع ضيفنا اللي منورنا في هذه الفقره الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي، وبنفصص بقى كل التوقعات المتعلقه بماتش النهارده. وقفنا فين في الكلام بقى؟ والله ما حد فاهم. وقفنا هنعمل ايه؟ بس حضرتك يعني بشكل واضح كده ان انت يعني الى حد ما مطمئن، صح كده، على حاله لعبتنا احنا، على حاله النادي الاهلي، بغض النظر عن وضع الفريق المنافس. انت المقياس عندك زي ما حضرتك تفضلت من شويه حالتنا احنا عامله ازاي بغض النظر بس عن ايوه ما انا بقول لحضرتك انت رايح فين؟ عايز ايه؟ ايه هدفك؟ فتبقى حالتك بالنسبه انت مالكش دعوه اشغل نفسك بعيوبك، يعني زي ما بيقولوا خليك انت في عيوبك، صلح نفسك، شوف انت ايه. لما يجدك المنافس واقف في الملعب على ارض صلبه هنا الامر يختلف، وكلما انت يعني قللت الاخطاء واستفدت وعرفت تنفذ من الاخطاء بتاعته وتستغلها وتخلص، كل ما يبقى عندك انت ايه؟ مدرب فاهم، لعيبه ادت بروح. طب ايه اللي جمهور الاهلي عايزه؟ عاوز يشعر انه في ايه؟ في روح في الملعب. الاهلي على جمهور اللعب الجماعي والروح في الملعب والاداء يعني اللي احنا نعرفه عنه اصلا. كرة ما بتسيبش، ما بتفرطش، يعني ايه فلك عارف قد اللي عليك، التوفيق والنتيجه بتاعت ربنا ولا بتاعت اي حد، بس انت ايه؟ العب بما يليق بالمكان اللي انت فيه. الناس بتزعل ليه؟ انا حاسه لما يبقى في تقصير. لما اديت المباراه بتاعت اتحاد جده بالروح، شوف وضع ورد الفعل والفرحه كانت عامله ازاي. بس في حاجه مسيو برضو استاذ حمدي، يعني انا ركزت كويس جدا، والاخطاء اللي هي كانت متكرره في بعض المباريات السهله ما ظهرتش قوي، رغم ان كان في اضاعه للفرص برضو، بس ما ظهرتش قوي مع يعني اتحاد جده. نتمنى كمان ما تظهرش في الماتشات اللي جايه لانه اهم، بس النسب كانت اقل. تفسر ده بايه؟ لاني مش فاهماه. يعني انا عندي مشكله ومتكرره في اهدار الفرص، بتظهر في الماتشات السهله ما بتظهرش قوي في الصعب. يعني ايه ده بقى؟ طيب انت لما طلعت هنا من القاهره شفت الفرقه وهي راكبه الطياره؟ بمعنى ايه؟ مش فاهم. حاله صمت. اوكي تركيز قصدك، يعني مديها الاولى. انت ما بتحبش الصمت؟ انا ما بحبش الصمت والله بيقلقني. لا لا، حاله تركيز كانت واضحه. راح دخل الفندق بتاعه قفل عليه، خلاص محدش يقرب من هنا. في نزول للملعب، عايش اجواء المباراه، في جديه، في شغل يعني. لا في شغل بقى، اختلف الوضع بقى هنا، احساس بايه؟ بالخطر. خلاص انت كده ده حطيت نفسك، الجمهور قاعد قلقان ومنتظر. خلاص انت جاي ضيعت مثلا في يانج افريكانز، لعبت مباراه شوط اكثر من رائع، كان مكانك تيجي من هناك مرتاح وتخلص، وتعادلت بهدف واخطاء دفاعيه، وبعد كده ردت بهجمه وانفراد وراح. الناس ايه؟ زعلت. ما حقها تزعل، ما انا مش ممكن. عشان كده ايه النقد؟ النقد يا جماعه، النقد نوعين، النقد البناء ونقد هدم. ان انا لما اهدمك واشكك في كل حاجه فيك، ما بقاش لكن منه كتير. النقد البناء لا، ما فيش طبعا. النقد البناء ان انا اقول لك لا انت عندك في مشكله، عندك صلح، مش هينفع كده، مش هستحملك خمس ست ماتشات، خلاص هتبقى البطوله انتهت، فترجع تلعب مباراه مع شباب بلوزداد، تعمل نفس الاخطاء في الشوط الاولاني وتضيع المباراه حقيقة. وتيجي الشوط الثاني تنزل فالناس راحت. ايه هو في ماتش زي بتاع النهارده الى اي درجه نقدر نقول ان هي مباراه، يعني في مباراه موازيه بين الاثنين مدراء فنيين، الاثنين مدربين، يعني الى اي درجه بيبقى توجيهات المدربين هي اللي بيبقى لها اليد العليا بالمقارنه بالمستجدات اللي ممكن اللاعب يتفاجئ بيها في الملعب، فبالتالي قد تضطر الظروف احيانا ان هو ما يلتزمش قوي بمتفق عليه. النهارده خلي بالك الفروق الفنيه تعمل شغل، الفروق الفرديه بتاعت اللعيب الكواليتي هي دي اللي هتواجه النادي الاهلي. بس دي بتحتاج من ايه؟ تحتاج انه الفريق كله بايد واحده. يعني انا ما سيبكش فريسة للمنافس طبعا. فخلاص انا لازم اساعد زميلي وابقى واقف. يعني ما ايه هما في هتمنتوا من يعني هيبقوا في الجانب الصراع ويعملوا لك حاجات طبعا. انت ايه بس ايه
لما يجدك انك انت خلاص رقص واحد لكن ليه التاني ليه التالت خلاص ده وده طبيعي في الكوره المفروض يعني ايه بيبقى الفريق مش مساله ان انا خلاص سبت الكوره خلاص اقف لا ما فيش الكلام ده مفيش حاجه اسمها الهجوم منتظر الدفاع هو اللي يعمل الشغل يعني لازم تبقى كتله واحده تتحرك لصالح الفريق فالنهارده اعتقد كولر لن يغامر ستكون حساباته مختلفه وخاصه مش ان هو هيبني جدار دفاعي ولا هيلعب بحذر دفاعي مع كيفيه استغلال المساحات اللي هيتركها الشغل اللي هيعمله في لان فرنسي هيحاول انه يخلص المباراه بدري يعني حاول يضغطك من البدايه عاوز يعمل يقلب الترابيزه عليك ويخلص وما فيش فرصه بقى ما تخليكش تفكر فعاوز ياخدك واحده هنا انت مطالب انك انت ايه انك انت تبقى ثابت في البدايات انك انت ازاي لا واقف فرقه واقفه وعارفه المشكله هتواجهك من وجهه نظر ازاي تطلع بالكره من تحت ليه لان هو عنده الجانب الهجومي ونص ملعب ثلاثه فازاي القدره عشان كده بقول لك ايه لابد من التقليل نسبه ايه الاخطاء في التمرير اخطاء التمرير دي كارثه عليها اصلا كارثه ما انا بقول لك دي كارثه دي تعمل لك مشكله خلاص طبعًا. يعني بص طبعًا. انت زي ما عملت من الثانيه يعني بص عاوز اقول لك ايه طبعا ما تنتظرش صفاره الحكم اذا ما كنتش مركز وتعرف ولازم لعب رجولي يونان وهم خلي بالك بيلعبوا بعنف يعني مش هيسلم عليك معلش والنبي انا هاخدك واحده لا ده هيلعب في واحد بينهم بس انا مش حاضرني اسمه وغالبا ده اللي هيلعب على كهرباء يعني النهارده في ماتش النهارده مش طبيعي يعني في الضرب مش طبيعي ايوه ما طبعا ما انا بقول يعني ما انت واحنا في الماتش اللي فات معدي راموس مستريح يعني هون وانا بقول لك في ماتش فلامينجو ما احنا دخلنا في احتكاك هم ايه خلي بالك هم لما انت تضايق عليهم هم بتوتروا يعني لما يلقوك انا فتره في المباراه بتاعت فلامينجو احنا قفلنا ولعبنا وضغطنا كنا قريبين ان احنا نتعادل 2-2 بس خطا كده كده خطا بس عاوز اقول خطا واللي اتحسب عليه اتعملت عليها طرد وضربه جزاء هو الحكم البولندي النهارده اللي بيحكم على فكره اعتقد جيد يعني لان هو دقيق جدا وكروته كتيره فاي تعدي علينا اعتقد مش هيعديها يعني. لا ما انا بقول لحضرتك التحكيم لم يتوقع احد اللي عمل الحكم الفنزويلي في المباراه، الناس كلها كان عندها قلق لكن الحكم بان بالشخصيه ولارو عمل الحكم الفار. يعني برضه الفار صاحي يعني برضه دي طول تعلم لابد ان تحترم فاعتقد لما يجيب لك حكم زي ده بالقيمه دي حكم نهائي كاس عالم واعتقد حكم ده ادار مباراه بين الاهلي والزمالك هي اللقطات اللي من النوع ده بتبقى فيها دلاله ما على ان الحكم غير مجيد فكرة ان الفار في لقطتين بضربتين جزاء يستدعي الحكم يعني كانها لا يعني بص ممكن يكون اللعبتين خلي بالك ممكن الحكم ما يشوفهمش بالعين المجرد يعني ما لاحظهمش خاصة ان انت لما شفت لعبة كهربا هو كان انت لو شفتها كهربا مغطي لولا ما هي وضحت الزاوية جاب لك الزاوية المقابلة العكسية جاب لك ان هي ايده عملت كده الكورة انت لو انت شفتها في الطبيعي مش هتقدر تلحظها فكون ان هو التاني اللي قاعد بره تدخل ده كونه ان هو صاحي في غيرك يعمل نفسه انه هو برضه كهرباء الحقيقه عمل طبعا عمل عفره جامده في اللقطه دي ما هي دي مطلوبه فانا عاوز اقول لك ايه انه المباراه النهارده هتبقى عندك مشكلتك ازاي تطلع من تحت وباقل الاخطاء يعني ازاي هتواجه فريق يعني مش مرعب لا فريق حريص وعنده طموح وجاي يثبت ان هو عاوز يلعب المباراه النهائيه وهو عاوز شايف انه يعني لازم طرفين المباراه النهائيه كذا طب ليه؟ ما انا ما اديهوش الفرصه؟ ليه ما انا اشتغل على ان انا ابقى في قمه التركيز زي ما حصل في المباراه الاولانيه؟ طب انا عندي سؤال يا استاذ محمود هل المباراه النهارده فنيا انا بتكلم اصعب من الاتحاد ولا الاتحاد اللي كانت اصعب؟ فنيا اصعب من ماتش الاتحاد اصعب رغم الفوارق الاتحاد كانت معنويا وجماهيريا ليه ده ديربي عربي فبحسابات ايه مختلفه فنيا ده شافك واتفرج عليك وجاي شايف الله ده ايه ده عندهم طموح لا ده احنا لازم ايه عندنا طموح لازم ايه اسيطر عليه من اولها ما ادهوش فرصه وخاصه عندك عنصر ولا اتنين لعبوا ضدك
لعب دول منهم لعيبه كانوا في بالميراس وانضموا لفريق في المسلم. أيوة. منهم لعيبه عندك كينو كان لعب مع بيراميدز انت فاكره الحسابات فبرضه. أيوة. هيبقى عنده ايه برضه لا فهنا الحسابات فنيا هنا المباراه هيبقى فيها شغل والتانيين حارسين عاوزين يكسروا اراده وعزيمه لعيبه الاهلي من البدايه وان هم يسيطروا على المباراه ونخلص المباراه بدري وبعد كده تعالوا نحكي ونتكلم مع بعض اللي هيشوفوه المفروض يعني ان شاء الله يا رب التوفيق يكون حليف النهارده اللعيبه يكونوا في حالتهم وتوفيق ربنا ان شاء الله من لازم اللي هيشوفوه النهارده من الروح القتاليه والاصرار والالتزام وتنفيذ التعليمات والشغل واللعب على الكوره وتقليل الاخطاء دي كل الحاجات دي انت مطالب بيها النهارده انك انت ايه انك انت تثبت لنفسك انك انت فعلا بطل افريقيا انا بطل افريقيا وانا الفريق رقم واحد انا متوتره من دلوقتي والله الواحد متوتر من دلوقتي والله يعني عايز اقول لك في اتحاد جده ما كنتش متوتره زي دلوقتي يعني متوتره لان انت خلاص عارف كل ما حلمك يقرب كل ما التوتر بيزيد فانت نفسك يعني لا فهي بصي عارفه انت السهل الممتنع بالظبط هي معادله صعبه يعني تستفيد انت من انك انت يعني ايه تستفيد من الفرص اللي هتجيلك خلاص وانت يتسيطر على المباراه وتفرد على المنافس بالزبط. انت عايز ايه هتواجه هتواجه فريق هتواجه فيه 3 4 لعيبه مميزين ما انت عندك 3 4 لعيبه مميزين 3 4 لعيبه بتوعك لازم يكونوا في حالتهم في قمه تركيزهم ما فيش حاجه اسمها انا اسيب كوره تتقطع مني واقعد اتفرج يعني ما انتظر يعني هتنتظر مين ما يعني خلاص يا جماعه انت باقي خطوه على انك انت تعمل حاجه طبعًا. تتكتب غير مسبوقه غير مسبوقه بالنسبه لك وبتقول ايه انا عملت احلى وداع للنسخه القديمه فان شاء الله يعني نتمنى النهارده انه يكون يعني لاعبتنا وان شاء الله والجمهور انا اقول لك الجمهور النهارده هيعمل ملحمه في الجوهره مش متوقع منه ان شاء الله ده المتوقع يعني مسيو محمود نورتنا بجد ربنا يخليك وسعداء وباذن الله زي ما احنا عمالين ندعي كده ونتوقع يكون الفوز ان شاء الله النهارده من نصيب ان شاء الله باذن الله تعالى ونبارك ان شاء الله يا رب كده لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله النهارده ان شاء الله باذن الله بنشكرك على وجودك معانا النهارده نورتنا كنت معاكم من اخر احنا اللي اتشرفنا وجود حضرتك معانا واكيد الشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان على حسن المتابعه بكره ان شاء الله يوم جديد نتمنى ان شاء الله ان النوادي تستهله بصباح النصر امين ان شاء الله نشوفكم على خير